حبيباتي اهلا وسهلا بكم في القناه تاعي وقناه تاعكم داني ماك كويزين. مرحبا بكم وصباح الخير عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم الوصفه تاع بيتزا بلا زبده التوريق، يعني سهله ومهله، حبيت نبارطاجيها معكم. انا حنديرها الفطور تاعي. انا عندي جوج حبات بصلات كبار قطعتهم مربعات، ماشي صغار صغار، يعني مربعات هكا متوسطات. عندي حبه فلفل طرشي حمراء تاني قطعتها هكاك، وحبه فلفل حار تاني هكداك، وحبه طرشي تاني قطعتها هكاك مربع صغير. وهنا عندي جوج حبات طوماطيش قشرتهم ونحيت لهم زريعه وقطعتهم تاني مربعات. هذه هي. عندنا فلفل اسود، شويه كمون، ونزيد تاني نديرو شويه الملح. هذا هما كان. ودرت شويه الزيت، ما كثرتش بزاف، قيس هكاك يا ربي مغرفه تاع الماكله، باسكو ما حبيتش تكون هنايا بزاف ميدمه، بيسك هذه راهي شغل فيها الزيت. هذه هي. دوك نحطها طيب، يعني تشكتوكه نورمال متعرفوها كاع، كل واحد يطيبها كيما حبيتو، كل واحد يطيبها على حساب دارها. هذه هي نحطها طيب. كي طيب هاد التشكتوكه بلا ما نوريها لكم ليك في الطياب، ومن بعد ندوزو للعجينه تاعنا. هايليك حطيناها فوق النار، دوك نزيد لها الملح. من قبيله تسمحوا لي قلت لكم بيتزا، هذه هي واسمها بي كوكا كوفير، كان يقولها بيتزا كوفير، كان يقولها كوكا كوفير. حنملح دركا باش يطلق هذاك الماء، انا باسكو مادا بيا ما حبيتش نديرها في العجينه وتكون فيها هذيك الجو تاع البصل كي نطيبوها، على بالكم كيفاش شفتوكا. دوك نطيبها حبيباتي، كي بدا يطيب نص طياب ما يلحقش، يعني نص طياب نزيد هذيك الطوماطيش هكا حبيباتي، كي طيب لي ان شاء الله نوليو. هاوليك حبيباتي، بعد ما طابت لي التكتوكه تاعي دوك ندوزو لاباط تاعنا. بسم الله. عندي الملح، عندي مغرفه تاع الماكله تاع الخميره، مغرفه تاع لاتاي تاع السكر، زوج كيسان تاع الزيت ماشي عامرين، يعني ناقصين شويه باسبوع، زوج كيسان تاع الماء دافي، والفرينه. بسم الله نبدا بالماء دافي. هايليك هذه يعني كوكا، كان يقولها بيتزا كوفير، كل واحد كيفاش يسميها. هذه بلا زبده التوريق. هكذا نخلط قبل هادو، هكذا نزيد هذيك الخميره والملح، نزيد نخلط. ونزيد هكذا، هذا كيولي لكم هكا، نحي لكم هذا الكيسان سمحوا لي. هذا كيفاش تجي كي نخلطوا هذاك الزيت، زوج كيسان تاع الزيت، زوج كيسان تاع الماء دافي، مغرفه تاع الماكله يعني تاع العشاء تاع الخميره تاع الخبز، ومغرفة تاع لاتاي تاع السكر ماشي الملح، سمحوا لي حبيباتي. هايليك ونزيد الملح، هايليك ونزيد الفرينه حتى تشد لي لاباط تاعي. هاي بسم الله. هاكا سهله لاباط هادي. نخلط حتى وين تتماسك كيما لاباط تاع بيتزا تاع كيما نديرو كوكا، تجيكم متماسكه بصح ماشي يابسه. دوك نخلط بيدي هكذا. دوك نجيب لافارين تاعي منا باش كي نبدا نزيد نكملو بيدينا. هذه ما تتعجن ما والو، غير نلمها ونخليها. هذا ما يليق مع هاد السخانه. نزيد شويه
راني غير نطبها هكذا، مانيش نعجن فيها، ما تعجنوهاش حبيباتي، غير هكذا هايلك. مام سهلة كي فيها الزيت طنطن بالخف ما يشتلاصق عليك. زيت شوية، هذا هو خلاص دوك نطمها. هذه بلا ما نديرو هذيك الزبدة ولا مارغارين تاع الفيطاج، ندورو ونزيدو. هذه تمتم توجد لكم سهلة ومهلة، هذه هي هاي اللي كيفاش تجي القوام تاعها، هاي اللي ما تتلاصقش. هاي اللي دوك نخليها حبيباتي ترتاح، هاكو تشوفوها هاي اللي نخليها ترتاح نص ساعة ونولي لعندكم. هكذا حبيباتي هاي ديك لاباط تاعنا، جاز عليها نص ساعة، هاي خمرت هاكو تشوفوها هاي ليك. دوكا من هاد الجهة واش هندير؟ هنا رفدت هكذا ربع مغارف تاع مارغارين هكذا، ماشي عامرين بزاف، متوسطات، دوبتهم. بعد ما دوبتهم خليتهم هنا دوكا راهم بردو. بعد ما بردو حبيباتي ندير معاها المايزينا حتى وين تتمسكلي هاد المارغارين. ها نزيد كل خطرة شوية شوية حتى وين تتماسك. هذا هو التوريق تاعها بهاد المارغارين. نزيد شوية، لازم تكون متماسكة كيما لابوماد. هكذا نخلطو سهلة ماشي حاجة، وشنو برك كي تذوبوها خليها تبرد، خليوها تبرد. هذا هو السر تاعها، كي تكون سخونة سينو ما تجيكوش بيا متورقة، لازم تكون هكا باردة. ها دوكا كي نتوشيها راهي باردة، هكا تجيكم كوم اون بيغي. هايليك كي ديرو هكا بالمغرفة، ها هاكو تشوفو كيما لا بيغي. هايليك فوالا، هذا هي. دوك نحي المايزينا تاعي ونجوز العجينة تاعي. بسم الله نبداو، راني وجدت سنيوة اللي نخدم بها، هذه هي وجدت الفارينة ولا سحقيت. بسم الله على بركة الله. هايليك ندير لها غير هكا شوية، نحي لها داك الخمور، مانيش نعجن فيها، راني نلويها برك هكذا. سي ندير هكا نجيب الكوبات نسحقها، من بعد شي دركا نحي هاد لاباسين طريقي وهاد الوسموته اللي نرجعها لكوبتي. دوكا ما حش نكوبي بالكوبات يعني مازال، ومن بعد وجدوا كلش قدامنا هكذا. كتشوفوا ما تلاصقش باسكو كي فيها داخل الزيت. هكذا نديروها مستطيله ولا مربعه ماشي مشكل. بعد ما حليتها هكذا دوك نجيب هذيك اللي درناها، هذيك المارغارين. اوه
والمايزينا. ها هي راكم تشوفوها كيفاش. هذا هو التوريق تاعها. نمشيها كاع هكا. هذا كيما نطاطيني والخبز كاع نمشيوها كاع 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 واختو. هاي خلاص لازم نستويها كاع باش تجيني ماشي بلاصه ما فيهاش الفيتاج وبلاصه فيها. هاكا لازم كي تخدموا في الكوزينه ما تتقلقوش، كي اللي راكم يعني فن هاد الكوزينه ماشي هكا برك، تحبوها باش تحبكم. وكي تخدموا هكا هاد الحوايج كي اللي راكم ترسموا حسوا روحكم مرتاحين. ودوكا بسم الله نديرها هكذا هايليك نكون كيما حنديرها بسكوي غولي هايليك هايليك هكذا بلا ما نزير عليها. هكذا هايليك وهنا نديرها هكا شويه نجبد شويه زياده باش ما تكونش هنا هاديك. فوالا هاكا شتو هاكا المرطبه هايله تعاوني هاديك. ها فوالا هاكا شتو بسم الله بركة الله. هادي دوكا حنقسمها هاكا على زوج ونشوف يعني ولا بقات نقدر نخدمها ماشي يعني محدد كي قسمتها هكذا حبيباتي هاليك. وندير هكذا هكذا ها هذه هي كيما حنديرو بيتزا ولا بقات لاباط نقدروا نديرو ماشي يعني محدد حبيباتي وكي قسمتها هكذا باش برك نشوف كيفاه هايليك هايليك. دوكا بسم الله نبدا نخدم ندير شويه فرينه على طاوله العمل. هايليك انا بديت نحلها ما نديروهاش خشينه، ديروا في بالكم بلي فيها الخميره ماشي رقيقه ماشي خشينه. هاوليك السمك تاعها راكم تشوفوا ها يعطي هايلك. نزيد ندير شويه فرينه باش تعاوني. هايليك ونحطها السنيوة تاعي كما حاش نقطع حتى ونزيد لا دوزيام باش ندير فوقها تكتوكه ما نقطعهاش. نزيد عجينه الدوسيام نوجدها
اللي عطيت لكم بها السنيوه باش تجيكم سهله، واللي ما عندهاش تقدر دير بسنيوه ريكتون ولا مدوره اخرى، يعني هذه تجيكم سهله خير. دوك ندير تكتوكه، بسم الله. هاي لي ندير تكتوكه تاعي، هاي لي تكتوكه تعرفوها كاع. ما حبيتش ندير طوماطيش تاع بطا ولا فلفل عكري، واش اللي شفتو معايا برك اللي درت. كنمشيها كاع مليح مليح، اللي يحب يزيد فرماج، اللي يحب يزيد الزيتون تاع لي غوندال، انا درتها اقتصاديه، نيمبورت كي يقدر يديرها. قاعد نديرو محاجب ولا نديرو هذه الكوكا ولا بيتزا كوفيرك ولا حكيش تنيها. هاي ليك فوالا، ونزيد نجيب الحلال تاعي نسيت نعاون روحي باش كي نرفدها. هذوك لي كوكي ما على بالكمش بيهم، باش هكاكم بعد كي نقطع نقطع على ضربه. هاي ليك فوالا، هاي ليك هكذا. وبعد نبدا ندير هكا بيديا بلا الحلال. انا باش قلت لكم هاد المدورين يجيكم سهلين باش تكوب لكم سوا سوا برك. فوالا نسي كيفاش نستوي كاع هاد الكوتي، ما نخليهمش هكاك مخربشين، نخدمو خدمتنا متقونه هكذا. واللي عنده الزيتون يزيد، انا ما عنديش الزيتون، انا درتو نورمال هكذا. نسي نعبر شويه باش نخرج هذاك النفس. ودوك نجيب باش نقطعو نقطعها قبل، بسم الله. هاي ليك هكذا حتى لتحت حبيباتي، ماشي غير من الفوق، نقطع حتى لتحت حتى السنيوه وين بدات هكذا. هكذا على ربعة، بعد نزيد تاني هكذا كل ربع نعاود لها على زوج، وكي نقطع دوجو يديا هكا من الفوق هكذا. أنا درتها لكم بسيطة، ما عنديش الزيتون، قدر نشري الزيتون ندير تسمى مانتوما هكا. وهنا درت صفر تاع بيض وشويه الماء، وزدت لها شويه نسكافيه. هايلي هكذا نبدا نطلسها من الفوق. والفرن تاعي راه يسخن 200 درجه، غير ندخلها ما نخليهاش تزيد تخمر، هذا هو. وانا غير نكملها ندخلها في الفرن، قلت لكم 200 درجه، غير ندخل هاد السنيوه تاعي نولي نرجعو حتى ل 170 درجه، باسكو راه حامي بزاف هايلك. اكلتو سهله ماشي واعره، تقدروا ديروها مع العشاء ولا مع الفطور، انا درتها مع الفطور، هذا هو الفطور تاعنا وشويه الشلاضه وهي جازت. هذه هي هكذا حبيباتي، دوك نديرها في الفرن وكي طيب كاع حبيباتي تشوفوا معايا في طبق التقديم ان شاء الله. هوليك حبيباتي بعد ما طابوا لي راني ندهنهم من الفوق بزيت الزيتون. هوليك هكا باش يعطي لهم لمعان وميم طون ناكلو زيت الزيتون، يعني هذه هي هكذا برك خفيف ظريف
كل طرونشه نديرو لها شويه الزيت من بعد يتشرب. شنو قاعده كلامه يعني يبريي ومن طو كي ناكلونا نحسوا بهذيك زيت الزيتون. هاي ليك يا راهي سخونه شويه، عنديش بزاف اللي نحيتها يا ربي 5 دقائق. واش مبرك وليدي كلا انطرونش ما قدرش يصبر، راكو تعرفوا ولادنا كي يشوفوا بيتزا ولا يخرجوا عينيهم. هذه هي هاد حبيباتي، هايديك بيتزا كوفير ولا الكوكا بلا زبدة التوريق. هاي ليك نوري لكم وحدة، بسم الله فوالا كي قطعتها هكاك خليتها هاي ليك تشهي. هاي ليك حميمرة من التحت كي تشوفوها، هاي ليك كي طابت من التحت زدت شعلتلها شوية من الفوق. هاي ليك تشهي، الله الله اش نقول لكم، ندوق معاكم شويه. انديليس متقرمش كيما لاباط فيتي كيما اللي يبيعوها في المرشيات. ان شاء الله حبيباتي يعجبوكم هاد لي فيديو اللي راني نديرهم. هذا هو فطور تاعي افيك اون سالاد نورمالمون سي بون باسكو مع السخانه اي تو سا. ان شاء الله حبيباتي هاد الفيديو يعجبكم، بارطاجيو لايكيو، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ونفعتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه في فيديو واحد اخر ان شاء الله.